سلام ويا مرحب بالجميع. نكمل لوردز اوف ذا فولن وننسى اللي صار الحلقه الماضيه، البلاوي اللي صارت الحلقه الماضيه. نبغى نلعب احنا مروقين، نهدي الوضع، نكمل في المنطقه و ناخذ الموضوع بروقان. اوكي، لانه صراحه اللي صار والله مره يزعل، بس ما في مشكله. انا غلطت، المفروض نطلع فوق اول شيء بصراحه. خلونا نذبح ذا بس، بعدين ندنك عليه تحت. الكبار ذولا انا احاول اذبحهم عشان ايش؟ بس نعوض البقر شوي. الباقيين ما عليه فيهم. نايس دمج. ليش معطانا بقر؟ اوكي. فا يب. الحين الخطة انه نحاول نوصل للفيجر اللي طاح مننا بأي طريقة كانت. نطرحه. اخي شكله هو قاعد يجلد نفسه. يوي! فجاني. يعني الحلو انه الايتمات ما تروح، يعني لما يطيح تحت الايتم حقه يبقى موجود يرسل المكان. انزل انزل انزل، انا عارف انك تبغى تنقز. تعال اسكو على الرايق، نهدي الوضع، نتعوذ من ابليس، نلعب احنا مروقين. لانه قبل شويه صراحه انا تأزمت من بعد ما مت ذيك الموت الغبيه وقرفت، والله اني مره قرفت وصراحه ما ألام. يعني شفت الوضع كان مستفز بطريقه غريبه. انا ودي اغير حاجه في الاعدادات الصراحه، ضروريه والله، لانها مره ناكبتني على فكره. يا ربي لطفك يا عيال يا عيال، التحريك في اللعبه غريب، فيزيائيه اللعبه فاكد اب والله. قاعد احاول ما اتنرفز بس ماني قادر. يلا سبنه مات. يعني لما اجي اضرب وانا ليش اللاعب يتحرك حركه غبيه كذا ويطيح؟ فاهميني؟ شايفين؟ ترى اني نقصت والله. يلا يلا ما علينا ما علينا، اتس اوكي. نهدي نهدي زي ما اتفقنا، نلعب احنا مروقين. والله الحلقه دي بلعبها وانا مروق، المنطقه مره مستفزه. عادي عادي بنتظر، خذ اللفه ويلا نمشي الحين، ما في مشكله. بس خلاص كل روقان. ما ينفع والله العظيم، ما ينفع تلعب اللعبه دي وانت مخوش. انا اقتنعت الان خلاص تلعبها وانت مخوش. جي جي. طيب حلوين، بقي عندنا هذا الكريهه اللي فوق، ناخذ بهداوه. المشكله ذاك بيكفشنا. شوف سبحان الله عرفوا اني موجود. طب تروح سلام يا سلام، خليه يضربنا. في عندي حركه مره حلوه بسويها. بالله ايش رايكم يا عيال؟ بالله ايش رايك؟ مش كيف الواحد لما يلعب وهو مروق؟ في حاجة غبية يا عيال، إذا جيت تضرب ياخذ مسافة بعيد الشخصية، الحركة حقته يمشي قدام بعيد. طب ليه؟ ماني فاهم، مرة ما يحتاج. طيب كيف نطلع فوق؟ اوكي، لازم نحول على الامبر الريم. وات؟ اوكي من هنا.
صراحة هذه ما عرفت قيمتها إلا لما جيت المنطقة دي اللي هي أتوقع اسمها السول فلي. يا سول فلي ما عرفت قيمتها إلا لما جيت. في واحد كان يطلب عليه من بعيد، هو بي بتكلم والله مت مت. لا هذا شو وضعه أصلا؟ هذا كيف أطلع له أنا؟ ما عليه ما عليه، نهدى نهدى نهدى. انا والله ما انتبهت للاتش بي حقي الصراحه، هذا غلط مني انا. طبعا الفيجور راح صح؟ جي جي، يلا شيل الان كل الفيجور، ما عاد عندي فيجور خلاص. في ناس في الدور اللي فوق يا عيال، انا ماني عارف كيف اوصل لهم. الله نزل صح؟ الله لا يوفقك. أنا كيف أطلع فوق؟ في من هناك طريق. طيب، أوكي لازم يعني لازم أكمل طريقي أصلاً. والله يا عيال إني بذبح الصدق. علاشات؟ بس أول شيء إيش؟ فينه؟ هذا هو. حلوين. فين ذا المريض؟ والله اللي تموت والله. الحين انا لو اروح من هناك فهل في طريق؟ بس انا جيت من هنا اول صح؟ بس تحت ما نزلت الا والله نزلت. كان ديد اند، لا لا انا متاكد انه كان ديد اند. يلا يلا طلعنا طلعنا، ما في مشكلة ما في مشكلة. شايفين انتم الجسر؟ يودي على هناك من هناك المكان. يب. يطيح كويس. ايش نزلك؟ يلا نقول مرة مرة حلوة حركة السول فلي لما اطلع السول حقته والروح واحطها في مكان برا. اختصر الطريق على نفسي ترى، بدل ما اقعد اتضارب معاه واتقاشع انا وياه. معليش هذا بسحب عليه والله. اخ يا رب ينقز يا رب. خلوني اطلع ال شو اسمه البرزات منه اول وافتك منه. يلا يلا ماشيين صح ماشيين صح، ليتس جو. شوف بالله عليك شوفوا فين الفيجر، كيف حروح اخذها انا ماني فاهم. هاي تعال الحين هذا نمسكه على رواقه. مره مره استهبال حركه الفيجورا اللي تجيك كذا في الهواء. اصبر 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 يا شيخ والله لا اجيبك. لا
ومات تراه مات. شوف الفيجر. استنى 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 استنى. ارجع الاشبيع على على على, على الرايق زي ما يقولوا. نكمل بس 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 بس. اوكي. يا رب يا رب يسوي لك. حلو رجعنا للاشبيع. الفيجر تبعنا يا عاد الحين مشكله من فين نجيبها؟ هذا السؤال. لا يكون الشخص اللي ذبحنا عنده هناك، ترى مصيبه لو انها عنده. هو ذاك والله شكله هو يا عيال. شوف الحين مو شايفني سبحان الله، بس اجي هنا برضه مو شايفين. اللي دز امه الله. استهبال والله اللي قاعد يصير في اللعبه استهبال. معليش بسرعه بسرعه قبل يشوفني. ما شافني ذا الوقت كله ولا شافني. استقعاد الشغله. اوكي بالله فارقني لاني ترى ايش لانه الفيجر. انا زعلان على الفيجر والله. قاعد الحين في طريق كامل هنا تحت شايفينه. يلا يلا مالي خلينا نكمل بعدين نشوف. المكان ما يطمن والله. العيال اقسم بالله انه حلبني. هذا اختصار صح؟ يا شيخ من اول. المشكلة احنا كنا عند الاختصار لنا سنة ترى. حلو. لازم لازم اذبح ذول اول والله. كويس باخر لحظة فكيت الشيلد. شوف بغيت اطيح. الفيجر عند مين؟ اعترفوا. اوي هذا من وين جاي؟ لا تكفى تكفى تكفى. بالغلط المفروض ما اسوي زي كذا. غلط. يلا يلا على الرايق. ما عندي هيل دوبي اللي تبي والله. دوبي بقول انا ما عندي هيل. كم مره راح علينا فيجر يا عيال والله مره كثير. طيب هو كويس انه خلاص على الاقل على الاقل ايش؟ فكينا الاختصار. مع انه لسه والله احنا في مكان الخطر ترى. يا رب يا رب يلطفك. شيخ تعال. ما ابغى هيل لانه انا اكتشفت انه لما تروح الامبر الريل يرجع الهيل حقك. انا شايف الفانوس بس ما بضيع وقت عنده والله.
عندنا كم 4000 تقريبا من 5000 بيجر. شوف الحين الاتش بي تبعك الحين يرجع. هذا الحركة مرة حلوة يعني تقدر تستفيدوا منها ترى بشكل مرة كبير. بدل ما تقعد تضيع الهيلينج على نفسك. اوه. يطيح صح؟ شوف حطيت الروح حقه هو يندمج مع الروح بعدين شايفين؟ حلوة الحركة. شوف وين حطوها يا اخي الحركة هبلة والله العظيم. طب حطوها محل ما مات هو نقول يلا تمشي الدنيا. شوف الاهبل الثاني. يا عيال والله اني مرة زعلان ما ادري ايش فيك ترى مرة مخوش والله ماي باد. بس لا احد يلومني مرة لا احد يلومني. المكان مش صعب، المكان يعني غبي فهمتوا؟ اللي صمم المرحلة صممها بغباء. يبغى يسوي شيء صعب بس ما عرف. ان شاء الله بس الفيجر اهم شيء ليكون راه علينا. ترى اتوقع ما نحتاج ان نتحول على الامبر الريلم عشان نوصل لذيك المنطقه. احنا اوريدي خلاص فكينا الاختصار. الاختصار نقدر نوصل له بدون ما نروح على الامبر الريلم. في ايتم انا شايفه تحت بس ما ادري ايش فكرته. الهواء شايفينه. يا ساتر يا دمج ايش ما اقول والله. انا بستخدم هذه الطريقه دي بس. دمج انسين. يلا يا شيخ امشي بس. انا اضيع محل الهيل ار2 صح؟ هذا الايتم شو؟ تبع انمي ولا؟ اوكي. والله يا عيال اللي برا معصب. ادرينالين فل والله. شوف هذا اللي كان حالبني صح؟ طيب انا اقول لكم ايش بسوي فيه الحين. ها قاعد يضرب. شوف ماني قادر اسوي لوك. هذا مين؟ اوكي والله نحسبه انمي. يلا يلا ما علينا. الحين في واحد بيدنك علينا مع اليسار. طيب ممكن تيجي هنا؟ اذا ممكن. ما جاء. شوفوا جاء. فاك. ان شاء الله ما يجي احد من ورايا بس. في هنا رست. تعال 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 تعال. والله لا اوريك والله لا اوريك. تعال تعال انت كمان تعال. اخ يا عيال ماني مصدق. طيب دقيقة الفيجور مع مين؟ يوم متنا فين الفيجور؟
انا خاف اسوي ريست ويروح. خلونا خلونا اسوي ريست دقيقه. اوه هلاو دقيقه بالله. خلونا اسوي ريست هنا. ماني مسوي ريست انا عشان لا يرجع لي قبل شويه. نلفل كم قلنا يا عيال نبغى؟ ايوه نبغى نرفع اندورنس عشان ال نبغى ننقص من اللود اوت اللي معانا. ستيل هيفي ما في مشكلة. Another Lambearer. Aye. So it goes. Lambearer مسمى للشخصية الرئيسية. I'll tend to it as I do. زي تارنش لما كانت في Elden Ring. وهانتر مبلغ صور. The hallowed sentinels and Rogar will both show you horror enough, but nothing like what hey, Lamp brings into view. And remember, you look into the shadows, might be the shadows look back. Mind yourself, Lampbearer. Whether you took up that light willingly, you're on a treacherous path. And forever's never as long as you think. يقول المنطقة هذه عنفتك. اي والله انها عنفتني تعنيف. هذا الباب يا عيال نفس ال تذكرونه اللي في اول منطقة. ما ابغى اسوي اوبن ابي الحين. هذا شكله اختصار ولا؟ لا لازم اتجه ثاني. طيب نبغى نكمل فوق. انا ابغى اشوف الفيجور مع مين. والله كلهم ميتين. في منطقة فوق صح؟ يب. ما بترى انه فوق هنا. ممكن ترى مو اكيد. بس حرام والله والله حرام. راح علينا بيجر مرة كثير. ما في احد مرة. يلا ذاتس اوكي ما في مشكلة. اجل خلاص خلونا نسوي ريست. ابرجع يا عيال منطقة البداية. سكاي ريست اسم الشراين. و ابروح الفل الهيلينج. يا اخي انسى اسمها والله. سان وينريكس. Our holy work continues, lamp bearer. بيصير الاتش بي افضل بس لا ما راح يعطينا حبة زيادة. Sanctified vessel. May Aureus' divine radiance flow through me and into you. ايش كمان؟ ابغى اروح في المنطقة اللي في البداية مرة لانه بشوف مسألة الباب هذا. هنا كانت صح؟ الباب الان لقينا نفسه، ابى اروح اشوف هل نقدر نفتحه او لا. دقيقة دقيقة. والله العظيم اني شكيت انه هنا في شيء. خلاص بعد ما لعبنا وتعودنا يوم مريت من ذا المكان وشفت الفتحة حسيت انه في هنا حاجة. ما عليه. انت راكت لسه باقي. طيب. العالم الثاني ستيل. طيب ما في مشكلة. المكان هذا فين اصلا؟ انزل هنا. طيب بعدين يمكن عشان هذا الشيء.
اوكي يذكرون هذاك ال في وفي تاجر في سكايرست يبيع لنا اغراض بس يبغى مننا العيون هذه. طيب كويس خلونا نتوجه عليه دايركت. بس لسه باقي هنا في 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 دنيا. الله انكبس. حلو غريبة وين بيضلعنا ذا؟ اوكي طيب اتوقع كذا خلاص. They all did. Okay. الآن نبغى نسوي راب على منطقة سكايرست ونروح نستخدم العين اللي معانا نشتريها بها بنشوف ايش الأغراض اللي ممكن احنا ناخذها. بس اذكر لازم نتحول. اتوقع هذا هو ولا الثاني اللي هناك؟ Chosen bearer of the lamp. هذا يبغانا نشتري. Like you, I serve. بس اذكر ما كان عنده شيء صح؟ Until her embrace. والله معنا اشياء كثير نقدر نبيعها. Socket umbral eye. يب هذه هي. طب دقيقة ايش الفائدة؟ upgrade umbral lamp نقدر نسوي upgrade. بس في حاجة، طيب ايش يعطينا؟ من امبرال سوكيت تو اوه يا عيال والله بتصير مرة زين، بس ما معانا من هذا احنا. ون سكندري امبرال اي سوكيت طيب حلو والله. احط لها سوكيت يا عيال بس ما ادري صراحة، اوكي هذا هذا بفات زي الباسيف تركبه وبدا يشتغل معاك حيكون على طول شغال. سولو فلي تشارج 15% دريد ريزيستنت ما ادري شو الدريد بالضبط الدريد ايش هو. هذا المين سوكيت السكندري سوكيت 25% هيلينج افشنسي وايل ان امبرال خلينا نحطها نقدر نشيلها بعدين ما طيب حسب العين نقدر نشتريها فهمتوا؟ اجل هذا هذا بايش يا البيرتشيس هذه عين واحدة ثانية شوف يقول لك اسمها اي بولز مش نفس اللي كانت معانا شوف يا عيال صار عندنا تو تشارج من العيون حلو ليتس جو يلا 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 بيرفكت اخر شيء بسويه قبل لا نمشي ابغى ابيع بعض الاغراض لانه نبغى نشتري في عنده توك ايش هذا؟ هاند اوفر بلودي اسبرك جيلوم بس اخاف اعطيه ونتورط هذا ايتم موجود عندنا شوف شكله زي الفراشه ما ادري ماني محصل This land is overflowing with sin. So I expect this undertaking to offer you little. Also, say nothing of this to Pietà or the Fidelis captain. They are already conflicted. Troubling them further only endangers them and our mission. لما أعطيته. While even the handling of such items is objectionable, all facets of this heterodoxy must be exposed. This land is overflowing with to offer you also saying they are already conflicted. طيب تمام اعطينا اياها بس الصراحة ما ادري ايش اللي بيصير او ايش الوضع. عادة في العاب السولز لما تعطي احد ايتم زي كذا تسوي ريست وترجع يعطيك نيو ديالوج. خلونا نجرب.
في شيء شفته انا غريب فوق في اليسار تشوفونه، ولا هذا الباسيف اللي اعطاني اياها اللي طفني اياها العين يعني؟ ميبي نرجع نفلم ونشوف بيفتح لنا ديالوج جديد او لا. This land is overflowing with offer also. اوكي طيب قبل لا ننهي الحلقة آخر حاجة أبغى أسويها كمان، نبغى نرجع لآخر منطقة وقفنا عندها. هذه هي صح؟ يب. بيل روم، غرفة الأجراس. وش كنت أبغى أسوي؟ أي الباب يقول لك يو نيد مفتاح برضه اسمه ايش؟ بلجرمز بيتش كي. طيب هذا يتطلب مفتاح. اوكي طيب انا افضل خلاص نوقف هنا. اريد اكمل 31 دقيقة. طيب تمام هنكمل ان شاء الله في المنطقة هذه الجديدة اللي احنا رايحين لها الان الحلقة الجاية بإذن الله. فهذا كان كل شيء، الله يعطيكم العافية، نشوفكم على خير.